ومن الأخطاء أن بعضا من الناس يظن أنه في آخر جمعة لها مزية. سبحان الله، وقال قل هذا الدعاء، لا فضل لا لأول جمعة ولا لآخر جمعة. هذا من البدع، نأتي بعبادات وبأذكار، هذا من البدع. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه. بعض الناس يقول لماذا تشددون، هذه عبادة هذه خير. سبحان الله، إذا لما تأتي أول جمعة من رمضان آتي بأذكار معينة، وربما أزيد وأقول قل هذه الأذكار عددا من المرات ولك ذلك الأجر. إذا أتت ليلة القدر أقول قل هذا الدعاء، قل هذا الذكر في آخر جمعة، في أول شهر ذي الحجة، في عاشوراء، في يوم عرفة، في كذا في كذا في كذا، ثم بعدها أين دين الله؟ يضيع. البدع خطرها عظيم، ولذلك دخلت الطوائف الضالة من الرافضة والصوفية في هذا الباب، فشككوا أبناء المسلمين وبنات المسلمين في دين الله عز وجل، مع ضعف طلب العلم الشرعي وللأسف من المسلمين في هذا العصر، وهذا واضح وبين.